يمثل الطريق الرابط بين مدينتي زنجبار وقعار أهمية كبيرة في حياة المواطن اليومية. في هذه المساحة من الطريق في منطقة المخزن معاناة يومية يواجهها السائقون والمواطنون على حد سواء، ناتجة عن الإهمال المتعمد من قبل السلطة المحلية في المحافظة حسب تعبير المواطنين. هذا له 6 سنين حوالي كذا، وكل ما يقولوا بيصلحوه ما ادري وين الدب يسحق الخط هذا، الله اعلم وين. تكلم عن خط فلد يا اخي، تغطت البوابين هذا الطريق. ريحنا تايرات، كل التايرات وكلها، حتى السكان هذا الطريق كيف حجر. 6 أعوام مرت منذ بدأ العمل على ترميم الطريق، ولكن العمل توقف. أمنيات المواطنين ومناشداتهم توجهت إلى السلطة المحلية بضرورة إعادة ترميم هذا الطريق الحيوي الذي أصبح هماً يؤرق حياتهم وتسبب بالكثير من الحوادث، وخاصة لسائقي الدراجات النارية. من 2010 وهو مكسر، وتجي حكومة وتفرج عليه وتكسر عدد زيت فوقه، فالآن ما صلحت لنا أي حلول. المسافة المتبقية دون صيانة والتي أهملت وتوقف العمل فيها ليست كبيرة ولا تشكل عبئا على ميزانية المحافظة، ولكن الإهمال تسبب في إيقاف العمل، واستغل توتر الوضع الأمني فيها إلى إهمال المسؤولين وتناسيهم لمسؤولياتهم. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.